أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يستمر كلامنا في تسليط الاضواء على شخصيه كعب الاحبار اليهودي ذلك الرجل الذي بينا في الحلقه الماضيه انه قد استقدم من قبل السلطه الانقلابيه المتمثله بعمر بن الخطاب لكي يقوم بدوره في تحريف الدين الاسلامي وتزييفه من الداخل، ولكي يكون هذا الرجل وأشباهه وأمثاله من علماء اهل الكتاب اليهود والنصارى ومن أشبه، لكي يكونوا بديلا عن القياده الشرعيه المتمثله باهل بيت النبوه صلوات الله عليهم فجاء هذا الرجل واظهر اسلامه بمجرد ان وصل عمر بن الخطاب الى الحكم وهذا يكشف عن كونه على علاقه سريه به وبدا يفتي الناس ويحدثهم بالاحاديث الاسرائيليه بعقائد التوراه المحرفه بالعقائد اليهوديه الباطله كل ذلك بايعاز من حكومه عمر بن الخطاب وبدفع وتشجيع شخصي منه هذا هو الذي يكشفه لنا ابن كثير في تفسيره في الجزء الرابع الصفحة السابعة عشرة، إذ يقول: أسلم كعب في الدولة العمرية، يعني دولة عمر بن الخطاب، لعنه الله. وجعل يحدث عمر عن كتبه قديمة جعل يحدث عمر عن الكتب اليهودية أسفار التوراة المحرفة وكتب اليهود الباطلة فربما استمع له عمر كان أحيان أحيانا عمر يجلس إلى كعب ليستمع اليه فترخص الناس في استماع ما عنده ونقلوا ما عنده عنه غثها وسمينها اذا عمر بن الخطاب هو ذلك الرجل الذي جعل لكعب الاحبار اليهودي هذه المنزله والمكان لما يرى الناس ان خليفه المسلمين الحاكم الاعلى للمسلمين يجلس على هيئه التلميذ ليستمع الى احاديث المرجع الديني لليهود سابقا والذي جاء الان واظهر اسلامه رغم انه كان قد وقف على معجزات رسول الله صلى الله عليه واله اذ كان معاصرا له لم يسلم كعب في عهد رسول الله ولا في عهد ابي بكر وانما بمجرد ما جاء عمر جاء واعلن اسلامه هذا يثير الشك فلما يرى الناس ان زعيمهم خليفتهم يستمع الى هذا الرجل ولا ينكر عليه احاديثه لا يقول له كف فانا لسنا بحاجه الى ترهاتك هذه والى اباطيلك التي تنسبها الى السماء لان دينكم دين محرف كتابكم كتاب محرف بل انت يجب ان تستمع الينا لتتعلم دينك الجديد وهو الاسلام. القضيه يجب ان تكون معكوسه المفروض ان عمر بن الخطاب هو الذي يعلم كعب الاحبار، كعب الاحبار حديث الاسلام اما عمر قديم الاسلام على ما يزعمون كان مصاحبا لرسول الله صلى الله عليه واله. فأي داع لأن يكون عمر يستمع إلى كعب الأحبار. كعب أحبار اليهود. يعني سيد أحبار علماء دين اليهود. فلما يجد الناس أن هذا الخليفة يستمع إليه يترخصون في الاستماع إليه. يقولون أن له مكانة دينية عظيمة إذ أن الخليفة يستمع الى احاديثه بل ياخذ بها كما نجد في التاريخ ان عمر بن الخطاب اكثر من مره اخذ بما اشاره عليه كعب ويبدو ان هنالك ترابط وثيق الصله بين عمر بن الخطاب وبين كعب. كأنه بينهما تخطيط واحد، هدف واحد، برمجة واحدة. فمثلا نجدها هنا أن أبا نعيم في حلية الأولياء في الجزء الخامس في الصفحة 388 يروي أن كعبًا قال لعمر بن الخطاب: إنا نجدك شهيدًا، وإنا نجدك إمامًا عادلًا، ونجدك لا تخاف في الله لومة لائم. معنى عبارة كعب ها هنا أنه يقول: إني فتشت في كتبنا المقدسة، كتب اليهود، فوجدت ان هنالك بشارات تتعلق بك كأن هنالك نبوءة بأن عمر بن الخطاب سيظهر ويقول له إنا نجدك في تلك النبوءات في تلك الكتب شهيدا ستستشهد كما نجدك إماما عادلا يكيل له الثناء والمدح يكيل له الثناء والمدح ونجدك لا تخاف في الله لومة لائم، انت من الذين لا يخافون في الله لومة لائم، انت على المنهاج السوي والصراط المستقيم، ما معنى ان يظهر كعب هذه العبارات الطافحه بالثناء والمديح لعمر بن الخطاب عمر بن الخطاب بطبيعه الحال يشعر بالنشوه حينما يسمع من كعب مثل هذه العبارات فيفسح له المجال لكي يلعب بالساحه كما يشاء وفي الوقت الذي منع عمر بن الخطاب كما بينا في الحلقات الماضيه منع الناس من ان يحدثوا باحاديث رسول الله صلى الله عليه واله وختم افواههم كي لا يقول احدهم ابدا قال رسول الله فان عمر في المقابل افسح المجال لكعب الاحبار لان يجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه واله ويقرا التوراه المحرفه ويعلمها للمسلمين. من هذه الجهه منع العلم الشرعي الصحيح سنه رسول الله صلى الله عليه واله ومن تلك الجهه قوى نشر وبث سنه اليهود احاديث اليهود فعين كعب الاحبار بمثابه مرشد ديني داخل المسجد النبوي الشريف فكان كعب ياتي الى المسجد في كل يوم ومعه كتبه الكتب اليهوديه التوراه المحرفه ويقرا على الناس والناس يسمعون منه ويحفظون ويدونون ويكتبون حلقه دراسيه كامله هذا يكشفه لنا ابن سعد في طبقاته في الجزء السابع في الصفحة 79 إذ يروي أن رجلا دخل المسجد يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه واله فإذا عامر بن عبد الله بن القيس حاول أن تتخيل المنظر عامر بن عبد الله بن القيس جالس إلى كتب جالس وأمامه كتب، وبينها من بين هذه الكتب سفر من أسفار التوراة، جزء من أجزاء التوراة، وكعب يقرأ. كعب الأحبار اليهودي هذا يقرأ هذا السفر، وعامر بن عبد الله بن القيس جالس إليه يتتلمذ عليه، وبينهم بينهما كتب. الرجل دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه واله رأى هذا المنظر. أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله ما كان بإمكانهم أن يقوموا، ما كان يسمح لهم أن يقوموا بمثل هذا الذي يقوم به كعب. مثلا أن يأتي أحدهم وليكن المقداد مثلا رضوان الله تعالى عليه يأتي ويفتح كتبه ويقرأ للناس ويقول أيها الناس قال رسول الله كذا وكذا قال رسول الله كذا وكذا هذا كان ممنوع كان يتعرضها هنا إلى عقاب عمر بن الخطاب ممنوع حسبنا كتاب الله لا تحدثوا عن رسول الله إياكم أن تحدثوا عن رسول الله بأي حجة سيختلط كلام رسول الله بكلام القرآن حجة تافهة لا يمكن لأحد ذي عقل أن يقبل بها لأن كلام الله تعالى لا يشبهه كلام من كلام البشر وإن كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله سيد البشر قارن أنت الأحاديث النبوية الشريفة وقارنها بال آيات الكريمات تجد هنالك بونا وفرقا شاسعا في أسلوب التعبير ولهذا كلام الله عز وجل معجز فهذه حجة من عمر بن الخطاب كانت حجة سمجة تافهة الغرض كان هو منع الناس من أن يتلقوا معارفهم من المنبع الصحيح المتمثل برسول الله وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليه وإنما أراد عمر ان يجعل لهم منبعا اخر اسنا قذرا وسخا مليئا بالكفريات بالشركيات بالتحريفات للاديان السماويه اراد ان الناس يتلقون معارفهم من هذا المنبع من الذي وظفه لكي يكون بمثابه هذا المنبع كعب الاحبار اليهودي الزعيم الديني لليهود. فكعب مسموح له ان يحدث في مسجد رسول الله صلى الله عليه واله بما يشاء من الاحاديث الاسرائيليه المكذوبه المنحوله اما اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله فلا. لا يمكنهم أن يحدثوا عن رسول الله حديثا واحدا طبعا ها هنا بعض الناس لا شك أنهم اعترضوا على هذا الوضع اعترضوا على عمر بن الخطاب أنه كيف تسمح لهذا اليهودي الذي أسلم حديثا فلنفترض جدلا أنه إسلامه كان إسلاما صحيحا أنه حسن إسلامه فكيف تسمح له بأن يحدث عن عقيدته السابقة التي نسخها الإسلام التي جاء الإسلام وأبطلها هو المفروض الآن أن يكون تلميذا لنا للعكس أنه هو يعلمنا يكون أستاذا لنا فعلى أي أساس وكيف نحدث عن بني إسرائيل هؤلاء الذين قتلوا الانبياء صلوات الله عليهم، هؤلاء الذين حرفوا اديانهم. فها هنا كان الحل من قبل عمر بن الخطاب واشياعه واتباعه لتصحيح هذا الوضع واسباغ الشرعيه عليه، تصحيح وضع ان كعب الاحبار يكون بمثابه المرشد الديني للمسلمين الحل تمثل بان يضعوا حديثا على لسان رسول الله، يختلقوا حديثا على لسان رسول الله يزعمون فيه ان النبي صلى الله عليه واله اجاز للمسلمين ان يحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج في ذلك يعني كان رسول الله يقول لأمته: يا أمتي اذهبوا إلى علماء اليهود، إلى معابدهم، وتلقوا تعاليمكم ومعارفكم منهم. هذا الحديث اختلقوه ووضعوه على لسان رسول الله صلى الله عليه واله ويكشف عمق المؤامره التي خططت لها السلطه الانقلابيه على الاسلام والمسلمين. روى احمد بن حنبل إمام الحنابلة والسلفيين وأهل الحديث والوهابية في مسنده في الجزء الثالث الصفحة السادسة والأربعين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج". هذه أحاديث في كتب أهل الخلاف من الفرقة البكرية تشير إلى تلك العلقة. بين تكون هذه الطائفه الفرقه البكريه وبين اليهود جذور هذه الطائفه يهوديه منبعها يهودي يرجع الى مثل كعب الاحبار والا بالله عليك ايها المسلم هل يقبل عقلك ان يصدر من رسول الله الاعظم صلى الله عليه واله مثل هذا الحديث. ارسول الله يامر امته بان يحدث عن بني اسرائيل، يتلقوا تعاليمهم عن بني اسرائيل. بنو اسرائيل الذين ذمهم الله تبارك وتعالى في الكتاب. بنو اسرائيل الذين قتلوا انبياءهم واذوا اوصياءهم. رسول الله الذي مرت معنا في الحلقات المتقدمة كيف انه نهر عمر بن الخطاب لعنه الله عن ان يتتلمذ عند اليهود في كل يوم سبت كما اقر المخالفون في كتبهم ونقلناه بمصادره في الحلقات المتقدمة فيقول له رسول الله: أمتهوكون بعدي يا ابن الخطاب كما تهوكت اليهود والنصارى والله لو ان موسى بن عمران ادركني كان معنا الان لما وسعه الا ان يتبعني. موسى بن عمران على نبينا واله وعليهما الصلاه والسلام وهو نبي من اولي العازم لو كان ادرك رسول الله صلى الله عليه واله لكان مكلفا شرعا من الله تبارك وتعالى ان يتبع هذا النبي. سيده محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله يجب ان يكون موسى بن عمران تلميذا عند رسول الله فهل يعقل ان رسول الله من هذه الجهه ينهى امته عن ان يذهبوا الى اليهود ليتعلموا منهم ويقول نبي اليهود مامور بان يتبعني ومن جهه اخرى ينقض كلامه الاول ويقول حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج هذا حديث يهودي وضعته تلك العصابه اليهوديه بتواطؤ مع عمر بن الخطاب هذا حديث موضوع على لسان رسول الله صلى الله عليه واله انما وضع لكي يبرروا جعل كعب الاحبار زعيما وقائدا ومرشدا دينيا لهذه الامه ولكي تتلقى الامه ما ياتي منه من احاديث وما يتفوه به من عقائد واحكام تتلقاه وتجعله في موضع القبول والرضا. وهذا هو الذي جرى. حرف كعب الاحبار تحت النظر عمر بن الخطاب الدين الاسلامي وقلبه راسا على عقب. وسيتجلى ذلك لكم حينما نمضي في البحث اكثر فاكثر. طبعا الذين جاءوا بعد عمر بن الخطاب استمروا في دعم كعب الاحبار وخطته في هدم الدين الاسلامي وتحريفه وتفكيكه بل تفتيته من الداخل فمثلا لاحظوا كيف ان عثمان بن عفان لعنه الله حينما كان يشكل عليه أمر يريد أن يستفتي في مسألة شرعية مع أنه خليفة وخليفة راشد كما يزعم المخالف المفروض أن يعرف مثلا جواب هذه المسائل على أي حال بدلا من أن يستفتي أصحاب رسول الله يذهب إلى أخي رسول الله وصيه خليفته الشرعي بدلا من ان يذهب الى باب مدينه علم رسول الله وهو امير المؤمنين عليه صلوات الله عليه لكي يستفتيه في هذه المساله فانه يستفتي من يطلب الفتوى ممن من كعب الاحبار اليهودي الذي هو ما كان قد اسلم الا قبل فتره يسيره يصبح كعب الأحبار اليهودي هذا الذي جاء أسلم بالأمس يصبح أعلم من كل من عاصروا رسول الله وتتلمذوا على يديه المقدستين روى المسعودي في مروج الذهب في الجزء الثاني في الصفحة 339 وتسعة وثلاثين ان ابا ذر رضوان الله تعالى عليه حضر مجلس عثمان ذات يوم فقال عثمان عثمان جالس في مجلسه وابو ذر هم جالس وهذا للعلم كان من اسباب نقمه ابي ذر رضوان الله تعالى عليه على عثمان انه كان يرى ان عثمان وعمر ومن قبلهم ابو بكر هؤلاء جاءوا بهؤلاء اليهود لكي يفسد الدين الاسلامي واعطوهم المكانه الرفيعه فقال عثمان اترون باسا ان ناخذ مالا من بيت مال المسلمين فننفق فيما ينوبنا من امورنا ونعطيكموه معلوم ان من اسباب ثوره المسلمين على عثمان بن عفان حتى قتلوه شر قتلة و بعثوا بروحه الى جهنم انه كان قد لعب باموال المسلمين هو وقومه واتخذوا مال الله دولة يتداولونه بينهم يتلاعبون في بيت مال المسلمين كما يشاؤون. فيبدو ان هذه الروايه في بدايه سنوات عمر سنوات حكم عثمان بن عفان. فهو يريد اجازه من المسلمين في ان ياخذ مالا من بيت مال المسلمين. فننفقه فيما ينوبنا من امورنا ننفق فيه على شؤوننا وثم ما فضل من ذلك نعطيكم نعطي نرجع الباقي اليكم هل ترون باسا في ذلك هل هنالك اشكال شرعا في ذلك عثمان يقول هذا فقال كعب كعب الاحبار اليهودي هم جالس أعطاه الفتوى فقال كعب: لا بأس بذلك لا بأس حلال حلال عليك خذ الأموال انهب كما تشاء فرفع أبو ذر العصا فدفع بها في صدر كعب اخذ ابو ذر رضوان الله تعالى عليه، هذا البطل الذي كان يقدس القيام بوظيفه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يسكت ابدا على الباطل، ابدا لا يسكت ولا يجعل الباطل يمر امامه مرور الكرام، يتصدى فورا ولو فيها حياته، ولهذا دفع حياته ثمنا لذلك ومات غريبا شهيدا رضوان الله تعالى عليه. أخذ عصاه وضرب بها صدر كعب الأحبار اليهودي مع ما لذلك الرجل من مكانة وهيبة جعلتها له السلطة. وقال له: يا ابن اليهودي ما أجرأك على القول في ديننا؟ انت يا ابن اليهودي جاي تعلمنا ديننا ما اجراك على القول في ديننا حتى تفتي انت عثمان بن عفان بانه لا باس وخذ اموال بيت مال المسلمين انت من فقال له عثمان عثمان لم يتحمل طبعا هذه الاهانه لعزيزه وقره عينه كعب الاحبار اليهودي فقال له عثمان: قال لي ابي ذر، ما اكثر اذاك لي، ايش قد تاذيني انت؟ غيب وجهك عني فقد آذيتني، غيب وجهك، ومن هنا امر عثمان لعنه الله عليه بنفي أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه إلى خارج المدينة المنورة، نفاه أولا إلى الشام ثم لما أفسد الشام عليه لأنه لا يسكت على باطلي عثمان وبني أمية وإنما ينشر الإسلام الحق، ينشر التشيع، ينشر ولاية علي أمير المؤمنين، ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم وشيعة لبنان هؤلاء الذين ترونهم كلهم مدينون بالفضل لابي ذر رضوان الله تعالى عليه اذ كان قد شيعهم وارشدهم الى ولايه ال محمد صلوات الله عليه ولولا هذا الرجل لكان هؤلاء كسائر الناس مخدوعين مغيبين عن الحق وانما ثقافتهم تكون ثقافه يهوديه بكريه فلما وجد عثمان معاوية كان وال من قبل عثمان على الشام، وجد أن أبا ذر يتحرك بمثل هذا التحرك الخطر، أرسل إلى عثمان أنه هذا أفسد علينا ديارنا فأرجعه إليك، فأمره عثمان بأن يرجع أبا ذر إلى المدينة بأسلوب متوحش يعني آذوه كثيراً عذبوه طوال هذا الطريق ثم بعد ذلك ايضا لم يتحمل عثمان مكوث ابي ذر داخل المدينه فارسله الى منطقه الربذه حيث لا بشر هناك لا احد لا ماء لا كل شيء يعيش في تلك الصحراء الى ان يموت فيها غريبا شهيدا رضوان الله تعالى عليه احد اسباب نفيه لابي ذر هو ان ابا ذر كان يتصدى لمؤامره تهويد الدين الاسلامي. ما كان يقبل بان يرى الدين الذي ضحوا بدمائهم من اجله مع رسول الله صلى الله عليه واله كي تشيد اركانه هكذا يصادر ويختطف ويصبح دينا يهوديا لكن باسم الاسلام فقط. وكعب الأحبار أيضا كإشارة كان من جملة الممهدين لنيل معاوية بن أبي سفيان لعنة الله عليهما السلطة مهد لقيام سلطة بني أمية ومعاوية وآل أبي سفيان كما نستشعره من هذه الروايه التي يرويها الدارمي في سننه في الجزء الاول الصفحه الخامسه يقول ان كعبا قال عن النبي صلى الله عليه واله يعني ينبئ المسلمين عما وجده في التوراه واسفارهم اليهوديه السابقه على حد زعمه عن صفة هذا النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله فيقول ماذا؟ كيف يصفه؟ يقول: مولده بمكة طبيعي ولد رسول الله بمكة وهجرته بطيبة يعني المدينة لأن المدينة المنورة تسمى طيبة أيضا وملكه بالشام لاحظتم؟ حشر هاي الفقرة الثالثة مع الفقرتين الأوليتين. مولده بمكة قبول، هجرته بطيبة قبول، أما ملكه بالشام يعني شنو؟ يعني يريد أن يسبغ الشرعية على ملك معاوية وبنيه من بني أمية في الشام. يقول هؤلاء ملكهم ملك شرعي اذ يمثلون ملك رسول الله صلى الله عليه واله، كما تنبأت بذلك الكتب المقدسه السابقه، فاقبلوا يا مسلمين. اقبلوا ان يملككم بنو اميه ال ابي سفيان الطلقاء من قريش يملكونكم ويتحكمون بكم ويجعلونها ملكا وراثيا في عشيرتهم في ابنائهم واحفادهم وليس لكم ان تعترضوا على ذلك البته ممنوع لماذا؟ لان الله قضى وقدر ان يكون نبي اخر الزمان مولده بمكه هجرته بطيبه ملكه بالشام فهذا ملك شرعي لا غبار عليه هذا هو كعب الاحبار وهؤلاء هم الذين استقدموه او استوردوه لكي يقوم بدوره في تزييف وتحريف، بل تهويد الدين الإسلامي. وكمان ذكرنا في الحلقة الماضية أن كعبا اتخذ لنفسه جمعا من التلامذة. هؤلاء ربّاهم وعلمهم وشحن اذهانهم باحاديثه وعقائده وجعلهم يفشون هذه الاحاديث في الناس على اساس انها احاديث رسول الله صلى الله عليه واله ومن هنا نشأت هذه المشكله الكبرى التي تسمى في علم الحديث حتى عند المخالفين بالاحاديث الاسرائيليه، يعني الاحاديث التي أُخذت من بني اسرائيل واعتبرت فيما بعد جهلا احاديث اسلاميه نبويه. من جمله تلك الاحاديث ما نجده في البخاري ومسلم ومسند احمد وغيرها من مصادر الفرقه البكريه من احاديث منسوبه زورا وبهتانا الى رسول الله صلى الله عليه واله وفيها عقائد يهودية كتجسيم الله تبارك وتعالى كنسبة القبيح كنسبة امكان صدور القبيح منه جل وعلا عن ذلك كتفضيل انبياء بني اسرائيل كموسى ويونس عليهما السلام على نبينا صلى الله عليه واله لانه ورد عندهم انه لا تخيروني على موسى لا تقولوا انا افضل من يونس بن متى هذا موجود في صحاح القوم كالاحاديث التي تسيء الى شخصيه رسول الله صلى الله عليه واله وتصوره بصوره تبعث على الاشمئزاز كان تنسب اليه المخازي تنسب او ينسب اليه ما يخالف المروءه الى غيرها من احاديث متنوعه وكثيره مرجعها ان فتشت وتتبأ وتدبرت كعب الاحبار وتلامذته كابي هريره وابن عباس والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأسلم مولى عمر بن الخطاب عبده هؤلاء معاوية هؤلاء كانوا تلامذه مخلصين لأستاذهم وسيدهم كعب الأحبار وهدف الجميع تهويد الدين الإسلامي والمشرف على كل هذه المؤامرة والخطة الجهنمية يعني التي تدفع الناس إلى جهنم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان من بعده ومعاويه بن ابي سفيان من بعدهما وهكذا نبدا بالقاء بعض الضوء على شيء من هذه التعاليم والافكار اليهوديه التي دسها كعب الاحبار لعنه الله عليه في التراث الاسلامي وفي العقيده الاسلاميه. وهذه الروايات التي ننقلها تجدونها في كتب اهل الخلاف من الفرقه البكريه وننص كما هي عادتنا على المصادر بالجزء والصفحه. روى أبو نعيم في حلية الأولوي في حلية الأولياء في الجزء السادس الصفحة عشرين عن كعب إن أنه قال يعني كعب الأحبار إن الله تعالى نظر إلى الأرض فقال إني واطئ على بعضكِ فاستعلت إليه الجبال وتضعضعت له الصخرة فشكر لها ذلك فوضع عليها قدمه فقال هذا مقامي ومحشر خلقي وهذه جنتي وهذه ناري وهذا موضع ميزاني وأنا ديان الدين. انظروا ها هنا الى معنى هذا الحديث الذي وضعه كعب وهو في الواقع يتعلق بازمه عقائديه وفكريه موجوده في اوساط المسلمين الى اليوم وهي ازمه فهم حقيقه عقيدتنا بهذه الصخره الموجوده في القدس الشريف يتصور عامه المسلمين مع الاسف ان لهذه الصخره في الاسلام قداسه خاصه وهنالك كثير من الاباطيل والاكاذيب التي نزجت حول هذه الصخره، اذ يقال ان هذه الصخره هي التي وقف عليها رسول الله صلى الله عليه واله في حادثه الاسراء والمعراج ومنها عرج الى السماء، وانها حينما عرج النبي الى السماء تبعته إلى أن توقفت فلذلك ظلت معلقة في الهواء والجهل والأغبياء إلى اليوم يعتقدون بذلك يظنون أنه بالفعل الصخرة هذه معلقة في الهواء ولا شيء من هذا على الإطلاق أكاذيب أساطير خرافات وأنه هذه الصخرة هي أقدس بقعة في الأرض وان المحشر في يوم القيامه سيكون عند هذه الصخره والميزان والحساب، يعني يوم القيامه كله سيكون هناك وما الى ذلك من اكاذيب واساطير وخرافات نسجت حول هذه الصخره التي لا قداسه لها في الاسلام هذه صخرة كان يقدسها اليهود هذه صخرة ما زال الى اليوم علماء اليهود يتمنون ان يستحوذوا عليها ولذلك تجدون هذه الصراعات على تلك المنطقة يريدون هذه الصخرة كيف قدست هذه الصخره في الاسلام من خلال كعب الاحبار اليهودي كعب الاحبار وضع هذا الاحاديث واحاديث كثيره تقدس هذه الصخره وتجعل لها مكانه خاصه وتسلل مع الاسف ما جاء به كعب الاحبار حتى الى مصادر بعض اتباع اهل البيت صلوات الله عليه وان كان باخف كثيرا مما جاء عند المخالفين المخالفون عندهم احاديث كثيره في تقديس هذه الصخره نحن الحمد لله ليس عندنا من الاحاديث التي تقدس هذه الصخره اي حديث صحيح النسبه الى اهل البيت صلوات الله عليهم بل حتى ما عندنا لا يكاد يتجاوز الامر المنقول والشائع هكذا يعني بلا مصدر على ما يبدو ونحن نتوقف في ذلك ولعله نتعرض له في دروس الحوزه كثيرا انه تذكر هذه المساله يعني انه اليمين الشرعي اذا كان في مكه فكلما اردت ان تغلظ اليمين اكثر وان تجعله يعني مؤثرا اكثر فتختار اقدس يعني يختار الحاكم لمن يحلفه لمن يجعله يقسم اليمين الشرعي اقدس بقعه في تلك الارض الطاهره في تلك الارض المقدسه فمثلا مكه يقول بعض الفقهاء انه بين الركن والمقام يجري القسم في المدينه المنوره فبين الروضه والمنبر باعتبار اقدس منطقه في المدينه المنوره في القدس الشريف يقولون عند الصخره عند الصخره هذا محل اشكال ومحل تامل كبير محل تامل كبير وهنالك حديث ايضا غير صحيح طبعا وعلى ما يبدو ايضا غير معتبر، يعني لا يمكن الحكم باعتباره، منسوب الى امامنا السبط الاكبر الحسن المجتبى صلوات الله عليه، وفيه ما مضمونه انه يسال من قبل بعضهم ولعله كان اليهود ايضا عن المحشر عن أن عن ارواح المؤمنين اين تذهب بعد الموت ففي تلك الروايه التي تجدونها في البحار نقلا عن بعض المصادر غير المعتبره طبعا ان الامام الحسن صلوات الله عليه يقول الأرواح المؤمنين حينما يموت المؤمنون فان الارواح تجتمع عند صخره بيت المقدس وطبعا هذا مناف لاحاديث صحيحه ومعتبره كثيره فيها أن أرواح المؤمنين تجتمع في وادي السلام في النجف أو في ما بين النجف والكوفة وأن أرواح الكفار والعصاة والمنافقين تجتمع في وادي برهوت في اليمن وعلى أية حال نحن نعلم أنه في الأزمنة السابقة كان هنالك احتكاك فيما بين الرواة وكانت تحدث مثل هذه التسللات فلذا اوصانا ائمتنا صلوات الله عليهم بان نميز بين احاديثهم ونعرضها على كتاب الله وناخذ بما اشتهر بين اصحاب الائمه الثقات وننبذ ما اشتهر عند المخالفين لان الرشد في خلافهم. فهذه الروايه التي غير صحيحه النسبه الى الامام الحسن صلوات الله عليه لانها توافق ما لدى العامه والمخالفين من روايات مرجعها كلام كعب الاحبار والاحاديث التي كذبوا بها على رسول الله صلى الله عليه واله في تقديس تلك الصخره فاننا نردها. اذا قد يسال سائل ها هنا انه ما الذي يقدس اذا في القدس الشريف؟ نقول الذي يقدس في م... في القدس الشريف هو بيت المقدس، هذا الذي نحن نقدسه. نحن نقدس القدس ونعتبره بق... نعتبرها بقعه من بقاع الله المقدسه ولكن لا بمثل هذه المبالغات. بيت المقدس الذي في القدس الشريف اين هو هو ذلك المسجد الذي تجدونه الى جوار تلك الصخره ذلك المسجد الذي هو ذو قبه خضراء هذا على ما يبدو هو الذي قدسه الاسلام اما تلك الصخره فلا قداسه لها في الاسلام انما قدست من قبل كعب الاحبار في زمن عمر بن الخطاب اذ وضع هذه الاحاديث ثم جاء عبد الملك بن مروان لعنة الله عليه وفي اثناء صراعه مع عبد الله بن الزبير الذي اعلن نفسه خليفه في مكه كي يصرف عبد الملك بن مروان الناس من ان يحجوا الى مكه ويلتقوا بعبد الله بن الزبير ويبايعونه ويتاثرون به فيخرجون على عبد الملك بن مروان خليفه الشام. صرف عبد الملك الناس من الحج الى مكه الى الحج الى القدس. فبنى ما يسمى بقبه الصخره الموجوده الى اليوم. وجعل الناس يذهبون ويحجون اليها ويطوفون حولها سبعه اشواط ويحلقون رؤوسهم ويذبحون هديهم هناك. على اساس انه هذا يجزي عن الحج الى مكه المكرمه. هذه هي حقيقه الامر. تتمه هذا المبحث ان شاء الله تعالى وتعليقنا على هذه الروايه وسائر الروايات نرجئها الى الحلقات المقبله وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن اعداءهم